يلي ما بتزين عروقه ما بتزين خروقه، ويلي بيته من إزاز ما يضرب الناس بالحجار، والقرد بعين أمه غزال، وطب الجرة على تمه بتطلع البنت لأمه. هذه ليست عبارات عادية، إنها أمثال شعبية، وخلف كل مثل منها حكاية قديمة، وقد توارث الأحفاد عن الأجداد هذه الأمثال ليستخدموها بشكل عفوي في حياتهم اليومية. يعرف المثل على أنه جملة مفيدة موجزة وحكمة وعبرة متوارثة شفاهاً، كما تشكل الأمثال الشعبية جزءاً من الموروث الثقافي للمجتمع، وتوصف من قبل الباحثين على أنها نتاج الثقافة الشعبية المحلية عبر الزمن، وهي أكثر فروع الثقافة الشعبية ثراءً وأكثر الفنون الشعبية انتشاراً بين العامة، وهي جزء مهم من هوية الشعب وأسلوب حياته ومعتقداته ومعاييره الأخلاقية. فالأمثال هي اختزال لتجربة الإنسانية. يستمد المثل الشعبي قوته وإبداعه من المجال اللغوي واللفظي، ولا تكاد تخلو منطقة جغرافية في العالم من هذه الأمثال. بالمقابل، ثمة من يعتبر أن الأمثال الشعبية متناقضة وتقدم حلولاً ومفاهيم غير منطقية، كما تصنع صوراً ذهنية ثابتة وأحياناً تكون سلبية وتأسر التفكير وتمنع العقل من التحليل العلمي. بين مؤيد ومعارض، تبقى الأمثال الشعبية جزءاً من الهوية المحلية للناس خلال حياتهم اليومية في مدنهم وقراهم وحاراتهم.